السلام عليكم حبيباتي، نتمنىكم اليوم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله بحول الله غنعمل معكم طاجين بالنقانق. المكونات اللي غنحتاجو: النقانق، عندي هنا 4 حبات ديال البصله كبارين ومشلضين على هذا الشكل. بالنسبه للتوابل كاين الملح، الكمون، الثوم اما بودره او ثوم طريه، شويه ديال الزعتر وشويه ديال التحميره والملحه وزيت بيضاء للطهي. بالنسبه للنقانق عندي انا هنايا خديت كيلو، عندي يعني هو في هذا الشكل وحاولت انا نقطعه على هذا الشكل على بركه الله. كنوضعوا الزيت بيضاء اي واحد شويه، لان النقانق كتعرفوا انهم اصلا كيطلقوا الدهنيات ديالهم. كنوضع البصلة وكنخلي البصلة تشحر لينا مزيان حتى كتبان لينا وتقلى مزيان، وكنضيفو على البصلة التوابل. قلنا الكمون اللي بزار، الثومة بودرة، الزعتر، التحميرة، الملحة. كنخلطو جميع المكونات كنخليوها تقلى مزيان. هاد الاثناء ملي كتبدا تقلى لينا البصله ديالنا وتدخل في هذيك العطريه ديالها، صافي ملي كتبدا تشحر لينا البصله وكتبدل كنحاول نضيفو واحد نص كاس ديال الماء. كنحركو كلشي وكنخليو العافيه ناقصه بزاف. كنضيفو نص كاس الماء، كنقصو ديال العافية وكنغطيوه ونخليوه يطيب لديك البصلة على مهلها مزيان. هاد الأثناء ملي كطيب لينا تقريبا البصلة كما كتشوفو معنا هو صففتو، غادي نخلي لنا العافية مهيلة وغادي نغطيه حتى كيطيب لينا لاصوص مع هاد النقانق.